السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأنسة أماني دويدري، خريجة اللغة التركية وآدابها من قسم الآداب من جامعة حلب، حاصلة على الماجستير من جامعة يلدرم بايازيد في أنقرة، كمان قسم اللغة التركية وآدابها، وحاليا طالبة دكتوراه بجامعة غازي قسم اللغة التركية وآدابها. هدفي من قناتي تعليم اللغة التركية للعرب المتواجدين في تركيا لتسهيل الحياة عليهم والمعيشة بقلب المجتمع التركي. رح أبدأ معكم من الصفر، من الأحرف لبين ما تتقنوا اللغة التركية بشكل كامل، بالإضافة لطلاب الأدبيات، طلاب المتوسط والمرحلة الثانوية. رح نزل لكم منهاج الأدبيات، رح أشرح لكم إياه، حل معكم تيستات، أقويكم بهي المادة. في حال لقيت تفاعل منكم على الفيديوهات، ممكن نزل لكم باقي المواد كاللغة العثمانية، باقي موادكم بالمنهاج ساعدكم فيها بترجمتها، بحل أسئلتها. بتمنى منكم حتى توصلكم الدروس كاملة إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم الدروس أول بأول، وبتمنى التوفيق للجميع ودمتم سالمين.